الأخبار السابعة من التناصح، والبداية كالعادة بأهم الأنباء. جهاز المباحث العامة يؤكد مقتل الشيخ نادر العمراني، ودار الإفتاء لبيجة تطالب بالقصاص والحد على كل من شارك في هذه الجريمة. رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمان ينعي الشيخ الشهيد نادر العمراني، وهيئة علماء ليبيا تطالب بالقبض على القتلة. حياكم الله مشاهدينا في رأس هذه الساعة. طلبت دار الإفتاء الليبية ومجلس البحوث والدراسات الشرعية بتوقيع القصاص والحد على كل من شارك وخطط ودبر لجريمة اختطاف وقتل الشيخ نادر السنوسي العمراني، إقامة لشرع الله وردعا لأمثالهم من المجرمين. دار الإفتاء وفي بين الله صدر الاثنين أثنتا على الشيخ العمراني لمجاهرته بالحق وصلابته في الدين، لا يخشى في ذلك لومة لائم، إلى أن جاء قتله على السنة خيرا له وشرا على من غدر به. يشار إلى أن الشيخ دكتور العمراني هو عضو ومقرر بمجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، وأمين عام لهيئة علماء ليبيا، ونائب لرئيس رابطة علماء المغرب العربي، وعضوا في الرابطة العالمية للاحتساب، الأمر الذي يجعل خسارته بمثابة خسارة لكل بلاد المسلمين وليس لليبيا وحدها. هذا وأعلن جهاز المباحث العامة أن الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء قد تم اغتياله من قبل مجموعة مسلحة حسب فيديو نشره جهاز المباحث العامة. وتواصل اختطاف الشيخ الشهيد نادر العمراني لأكثر من 45 يوما ولما تظهر عنه أي أخبار من يوم اختطافه. هذا واختطف الشيخ الشهيد في 6 أكتوبر الماضي من داخل مسجد الفواتير في منطقة الهضبة داخل العاصمة الليبية طرابلس. ملقب الشرقاوي الذي كان يدرس في كان طالب علم في مصر. هذا وذكر الجاني بعضا من تفاصيل مقتل الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني. مشينا لهم لقيت السيارة الأزرق، شوفنا درس درست خشينا خشينا جيت الكسارتك جيت ليرة ايه جيت ليرة خشينا غادي كاي دور لقيت أحمد صافي ولقيت حكيم قيتش. طبعا بعدين لقيت حفرين حفرة نزلين فيها الشيخ نادر العمراني، حفرة غارقة شوية شبه هيك طول هيك طول بنادر هاي الحفرة، حاطين فيها حكيم حاطين فيها الشيخ نادر العمراني. بعدين قاعد يتكلم هو حكيم قيتش، حكيم قيتش قال مش عيب عليك طلعت الناس ولا طال مضل بعد ما قريت في السعودية تخرجت من غادي كاي جيت هنا بدأت تطل في الناس غرك مناصب غرك مقاعد اللي عطوها لك دار الإفتاء. شوي رد عليه نادر العمراني الشيخ نادر العمراني قال له أنا اللي قريته ننقل فيه للناس، قال أنت ضليت وضليت الناس بجرت قاعد تضل في الناس براك، أما قال له قاعد تنقل فيه غرّك الفلوس غرّك المناصب غرّك الدنيا كلها. من بعدها حكيم كيف قاعد يسحب في كلاشنا قاعد يشاهد شيخ نادر العمراني قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله بصوت عالي، ترى حكيم فرغ فيه كلاش كلاش كامل مخزن كامل فرغ فيه ايه فرغ فيه شيخ نادر العمراني. بعدين جاء أحمد الصافي فرغ حتى هو بعد هيك فوق على راسه هيك فرغ فرغ مخزن. بعدين كما أكد المتورط في عملية اغتيال الشيخ الشهيد العمراني أكد أن هناك فتوى من خارج البلاد بوجوب اختطاف كل المخالفين لهم ومن ضمنهم الشيخ نادر السنوسي العمراني. تكلم أحمد هذا الشيخ أحمد الصافي وقال إن هم ضروري ينقام، تكلم خالد الوتي ضروري هم الناس هذو ينقام مخالفين يدوا عليه ضروري ينخطفوا. شوي أحمد الصافي قال أما كان ينقام تتهنى البلاد منهم. وبعدها في جلسة تانية تلاقيت أنا وأحمد الصافي قاعد يدرس لي تعمق لي نادر العمراني تعمق لي نادر العمراني علمه، وقال لي ما راهم جاية فيهم فتوى مخالفين نبنقمهم، قال لي راهم جاية فيهم فتوى نبنقمهم على المخالفين، وقال لي في قائمة جاية بالأسامي هما اللي جاية فيهم فتوى نبنقمهم
قلت له القائمة هذه باي منين عاطيها لي، من قصدي منين جايتك؟ شوية قائمة، قال لي هذه عاطيها لي خادم بوتي وهي اللي بنخدم عليها، هذا العمراني ضروري نقيمه، نبو ينقى نبيك تشوفونا في الجامعة غادي كاين، هو يصلي ولا ما يصليش؟ قاعد نبو نسألوك غادي كاين على جامعكم، هو كان يصلي نجيب يصير الإمام غادي كاين. توجه نوري أبو سهمان رئيس المؤتمر الوطني العام بالتعزية لسماحة مفتي ديار ليبيا وعلماء ليبيا وعموم الليبيين وعائلة الشيخ نادر في الشهيد الشيخ نادر السنوسي العمراني. أبو سهمان ذكر في تصريح صحفي له، ذكر أن الشيخ نادر العمراني عالم كبير تبكيه ليبيا والأمة الإسلامية، تبكيه دول العالم وتبكيه طرابلس والأحرار أجمع في كل مكان، متوعدا من سماهم القتل بالويل والمحاسبة. يشار إلى أن جهاز المباحث العامة أعلن الاثنين عن اغتيال الشيخ الشهيد نادر السنوسي وأصدر فيديو مصور لاعترافات أحد المتورطين في عملية قتله. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عضو رابطة علماء المغرب العربي ورئيس الرابطة العلمية للاحتساب الشيخ حسن الكتاني. بداية فضيلة الشيخ، نرحب بك معنا في هذه الساعة الإخبارية، ولو تحدثنا كيف تم تلقيكم عن خبر اغتيال الشيخ الشهيد نادر السنوسي؟ والله الحقيقة بارك الله فيكم، أتحتم لنا هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع، ولكن الذي يمكننا ان نقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم اخانا الشهيد الدكتور نادر العمراني. وقع هذا الخبر علينا كالصاعقه الحقيقه، ولكنه يعني بعث فينا الامل على ان يكون دمه لعنه ونارا على هؤلاء المجرمين الذين لم يحترموا لا علمه ولا شيبته ولا سابقته في الاسلام. و صدق الله اذ يقول سبحانه وتعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم. وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. حقيقه نحن نستنكر اشد الاستنكار هذه الجريمه النكراء، ونطالب بقوه ان يؤخذ على يد هؤلاء المجرمين ويضرب على ايديهم يعني بيد من حديد، حتى يعني تستأثر شأفتهم ويحد بأسهم، لأنهم يعني طغوا وبغوا يعني وتمادوا، وهذا ليس آخر، هذا يعني ليس أول عالم قتلوه أو تعدوا عليه، بل قتلوا العديد من العلماء، لكن الآن يعني يعني بلغ السيل الزبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دمه أو يكون دمه القشة التي قصمت ظهر بعيره إن شاء الله تعالى. نعم فضيلة الشيخ، بالتأكيد نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي كافة الأمة الإسلامية لفقدانها هذا الشهيد الشيخ نادر السنوسي العمراني. فضيلة الشيخ، هناك فيديو لأحد الجنات يقول فيه أن هناك قائمة بعدد من المشايخ المراد بهم اختطافهم واغتيالهم قادمة من بلاد خارج بلادنا، ما تعليقك على هذا؟ والله أنا حقيقة يعني لما رأيت ذلك التسجيل يعني صدمت أن يصل الشباب لهذا الحد من الغلو والتنطع والانهيار الأخلاقي والديني. حقيقة أنا أطالب يعني أطلب من إخواني الأحبة من المشايخ الذين ذكرت أسماءهم في تلك القائمة أن يأخذوا حذرهم، لأن هذه الآن حرب قذرة يمارسها هؤلاء المجرمون. هؤلاء لا يمكن أن نسميهم لا خوارج ولا مرجع ولا شيء، هؤلاء المجرمون قتلة عصابة إجرامية خطيرة تعيث في الأرض فساد. فعلى الإخوة المشايخ حفظهم الله وبارك فيهم ان ياخذوا حذرهم ولا يستهينوا بهذه الامور، حياتهم علينا غاليه ووجودهم معنا اغلى من اي شيء اخر. صحيح. نسال الله يحفظهم جميعا، وعلى الثوار الاحرار ان يقفوا متيقظين ويتكاتفوا ويتعاونوا حتى يستأصلوا شفة هؤلاء المجرمين. نعم فضيلة الشيخ، نتمنى أن توجه رسالة من قبلكم إلى الشعب الليبي عامة وطلاب العلم في ليبيا ومن يترصدون لطلاب العلم في هذه البلاد. أنا حقيقة أولا أعزي الشعب الليبي جميعا بهذه الفاجعة، أعزيهم وأعزي نفسي وأعزي أسرة الشيخ نادر العماني، كما أنني أطلب من إخواني في ليبيا جميعا، الشعب الليبي جميعا، ان يتقفوا صفا واحدا وراء علمائهم وراء مشايخهم، و
ولا يستهينوا بهذه الامور، لان هذه الامور ستؤدي بالبلاد الى الهاويه. فعليهم ان يقفوا وراء علمائهم وراء قياداتهم ويبقوا منتبهين متبصرين حتى تكون هذه اخر الفجائع ولا تفجع باحد اخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ليبيا. نعم. آمنة مطمئنة، إنه ولي ذلك وقادر عليه. نعم، شكرا لك فضيلة الشيخ الحسن الكتاني، نعزيك مرة ثانية ونعزي أنفسنا بالتأكيد. كنت معنا عبر الهاتف عضو رابطة علماء المغرب العربي ورئيس الرابطة العالمية للاحتساب الشيخ حسن الكتاني، شكرا لك. أدانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بأشد العبارات، أدانت اختطاف وقتل الشيخ نادر السنوسي. الهيئة قالت في بيان لها إنها تلقت هذا الخبر ببالغ الحزن والأسى ومتوجهة بالتعزية لعائلة الشيخ الشهيد وكل الليبيين والأمة أجمع. هذا ودعت الهيئة إلى الأخذ وبالقوة على أيدي المجرمين القتلة لحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم. إلى ذلك، حيث أدان الشيخ عمر مولود رئيس رابطة علماء ليبيا، أدان حادثة اغتيال فضيلة الشيخ نادر السنوسي العمراني عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية. ونعى الشيخ المولود الشيخ نادر قائلا في تصريح صحفي إن ليبيا خاصة والأمة جمعاء خسرت عالما جليلا صاحب علم وخلق. يشار إلى أن جهاز المباحث العامة نشر مقطع فيديو يظهر اعتراف أحد الغادرين بالشيخ نادر العمراني عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية. أيضا أدنى عضو مجلس البحوث ودراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية الشيخ محمد أبو عجيلة في مداخلة على تناصح أدنى اغتيال الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني. الشيخ محمد أبو عجيلة أضاف أن عملية اغتيال الشيخ العمراني هي بدعة ولم تكن في عهد الصحابة ولا السلف الصالحين. وأشار الشيخ محمد إلى أن اغتيال الشيخ نادر أظهر حقيقة المبتدعة وغلوهم، معتبرا الشيخ العمراني ظاهرا للحق في حياته ومماته. أيضا هذا ونعت هيئة علماء ليبيا في بين الله الاثنين أستاذ علوم الحديث وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الشيخ شهيد نادر السنوسي العمراني. هيئة علماء ليبيا وفي بيان لها أهابت بالجهات المختصة في الدولة وشرفاء البلاد بتحمل مسؤولياتهم في القبض على القتلة وتقديمهم لنيل الجزاء العادل. كما أكدت الهيئة على حرمة أعراض ودماء العلماء على وجه الخصوص، معللة ذلك بفضلهما في هداية الناس وإرشادهما حسب نص البيان. من جهته أكد مدير أوقاف زوار الشيخ صلاح دهان أكد أن اغتيال الشيخ نادر فاجعة كبرى فجع بها علماؤنا في ليبيا كافة، وتمنى ألا يتكرر مسلسل الاغتيالات وينتقل من بني غازي إلى العاصمة الليبية طرابلس. أدهان أضاف بأن من تبرأ اليوم من الجريمة لما صمتوا طيلة المدة الماضية ولم يدينوا اختطافه أو يطالبوا بالإفراج عنه، وشدد بأننا نحترم جميع العلماء ممن هم على أهل الحق وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن لن نسمح بأن تنتهك ليبيا عبر فتاوى وأفكار مستوردة تستحل بها الدماء بأي حجة كانت، لأنها ستؤدي بليبيا إلى المهالك على حد قوله. مصاب جلل وفاجعة كبيرة، هو ما أفاقت عليه ليبيا يوم الاثنين 21 من شهر نوفمبر. ليبيا تودع الشيخ الشهيد نادر العمراني، فأنا لله وأنا إليه راجعون. فالله الله أيها الأحبة، الله الله أيها المسلمون، في أنفسكم وفيما بينكم اتقوا الله جل وعلا وراجعوا أنفسكم وارجعوا إلى عقولكم وأنهوا هذه المعارك الطاحنة التي تحصل بيننا، إلا من أبى أن يستقيم على أمر الله جل وعلا حينها فليتحد الليبيون جميعا في إلزامه بالإذعان إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ليبيا تودع الشيخ الشهيد نادرا العمراني، مصاب جلل وفاجعة كبيرة، هو ما أفاقت عليه ليبيا يوم الاثنين 21 من شهر نوفمبر. ليبيا تودع الشيخ الشهيد نادرا العمراني، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يوم ليس كباقي الأيام، أفاق فيه الليبيون على فاجعة ألمت بهم. إنه خبر اغتيال الشيخ الشهيد نادر العمراني، ذلك العالم الجليل الذي سخر نفسه وعمره في طلب العلم. الشيخ نادر العمراني حياته ستكون أطول من حياة قاتله، فهو صاحب العلم والعمل والخلق والأدب، ما يشهد له به الداني والقاصي. ما من ذنب للشيخ نادر العمراني إلا أنه صاحب علم وصادع بالحق، فهو من نال شهادة الماجستير بامتياز من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحديث. الشيخ نادر شغل عدة مناصب ووظائف، من أبرزها أنه كان مراقبا شرعيا في بعض المؤسسات المالية، وهو الأستاذ في عدد من الجامعات الليبية، وتم تعيينه بعد ثورة فبراير عضوا في مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. الشيخ الشهيد نالت منه يد الغدر والخيانة، وما أشبه أفعال تلك الفئة التي اغتالت الشيخ بأفعال الخوارج البغاة في سرت، وأفعال حفتر وميليشياته في بنغازي. فرائحة العداء والكره لأهل العلم وأصحاب الفكر والمنهج المعتدل تفوح من الثلاثة. أيغتال الشيخ نادر العمراني بفتوى شرعية من وراء الحدود؟ إلى أين وصل الحال في ليبيا؟ وهل نحن على موعد مع مواجهة جديدة مع دواعش جدد؟ وللحديث أكثر مشاهدينا الأعزاء ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني السيد مصطفى المهرج. سيد مصطفى، مرحبا بك معنا في هذه الساعة، ولو نتحدث وبخصوص الفاجعة التي حلت بالبلاد اليوم، ما هو الدور وما هي الإجراءات التي ستقومون بها أنتم كحكومة إنقاذ وطني؟ بداية أصل متتقدم حكومة الإنقاذ بحر التعازي إلى أهل يدوي الشيخ الدكتور هذا الأمراني، وإلى كل الدول الإسلامية لتسلمها معاني من علماء المسلمين وصوت من أصوات الحق. نعم. الحكومة تتابع عن طريق الأجهزة الأمنية هذه القضية، وطبعا المعروف أن جهاز المباحة العامة هي الآن المشرف على هذه القضية، وسنطلب من النائب العام تحقيق أكثر بهذه الجريمة، لأن هذا الاستهداف يدل عن وجود فكر يعمل بنفس الآلية التي يعمل بها تنظيم الدولة الإرهابية. لذلك يجب الكشف عنه لتتم محاربته وحماية المواطنين منه. وستتعامل الحكومة مع أي تنظيم أو فكر يستخدم القتل للإرهاب كما تعاملت مع الإرهابيين في سرت.
الحكومة يعني تعلم جيدا أن من يريد إسقاط وتخويف من يستعون بالحق هم من يريدون أخضاع الناس بالذل والحرام، وهم من يريد أن يجعل الناس يبيعون على الفلاح. أخي الكريم، للأسف الشديد هذه الفاجعة التي سمعناها اليوم يعني كان لها يعني أفعال يعني طبقتها يعني الخطف قال كل من وصف في وجه الباطل، كل من وصف في وجه الذين لم يرغبوا ببيع ليبيا. للأسف الشديد هناك الكثير من الشيوخ الذين تم قتلهم كذلك في المنطقة الشرقية في مدة سابقة، وكذلك هناك من الإعلاميين ومن التجار من قتلوا في مدينة طرابلس. هذه جريمة ليست جريمة عشوائية وليست جريمة جنائية، الجريمة يقوم بها أناس يعون جيدا أنهم يستهدفون في أشخاص لهم دور في مواجهة العدو ومواجهة كل من يريد الإيقاع بثورة 16 من فبراير. فأخي الكريم، الحكومة بإذن الله تتابع أحداث هذه الجريمة لأننا يعني نخشى بأن تتفشى أفكار أخرى يعني بين المواطنين تشابه بفعلها مثل ما يقوم به الجماعات الإرهابية مثل جماعة داعش. هذه الأفكار نسأل الله أن يكفينا من شر شرها، ونسأل الله أن يحفظ الشيوخ والعلماء، ونسأل الله أن يتقدم الشيخ نادر العمراني من الشهداء ويحمي بلادنا من الغباء وقطرة الشيوخ والعلماء. نعم، شكرا لك سيد مصطفى المهرك المتحدث الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني، كنت معنا عبر الهاتف وصلت الرؤية. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج نادر العمراني يترحمون فيه على الفقيد الشيخ الشهيد نادر العمراني، ومطالبين فيه بسرعة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء. إلى ذلك أيضا، حيث نعى عدد من مشايخ وعلماء ومنظمات العالم الإسلامي الشيخ الفقيد نادر العمراني، داعين الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته. من خبر اختطافه إلى فاجعة اغتياله، كل ما ذكر خطط له وكتب بحبر مستورد في قائمة سوداء،
عن الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني أعددنا لكم هذا التقرير. هذا الشيخ أحمد الصافي قال إنهم ما ضروري ينقام. جمعوا له الكيد في حلكة الليل بتدبير وتخطيط فاق أشهرا ثلاث، هكذا صرح أحد المتورطين في عملية اختطاف واغتيال الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني صاحب المؤلفات والمتقلد بأعلى المناصب العلمية والدرجات. ظهر المدعو هيثم عمران عبد الكريم الزنتاني في شريط مصور، قيل إنه منقول عن جهاز المباحث العامة التابع لرئاسة الوزراء، ذكر فيه المدعو أشخاصا قال إنهم من تورطوا في اغتيال عالم من العلماء: أحمد الصافي الملقب بالشرقاوي، وعبد الحكيم قادش، والضاوي نزام، وشكري قادش، إضافة إلى خالد البوتي، والذي قال عنه المعترف في الشريط المصور إنه هو من أصدر الفتوى باغتيال الشيخ العمراني، واعتقال مشايخ آخرين، لافتا إلى أنه قد تتلمد على يد محمد سعيد رسلان في جمهورية مصر العربية. اختطف الشيخ الفقيد العمراني في 6 أكتوبر قبل إقامة صلاة الفجر بعشر دقائق، واقتيد إلى سيارة من نوع بريفيا كان يقودها أحمد الصافي، ويراقب له عبد الحكيم قادش مسير سيارته إلى حين وصولهم إلى مقرهم في منطقة السبع جنوب العاصمة طرابلس. المدعو هيثم الزنتاني رجع إلى بيته فور اطمئنانه إتمام مراقبة عملية الاختطاف بنجاح، وانطلق بعد 3 أيام إلى مقر الخاطفين في منطقة السبعة فور تلقيه الاتصال من المدعو عبد الحكيم قادش. دار خطاب بين المدعو عبد الحكيم قادش والشيخ الشهيد نادر العمراني، اتهم فيه المدعو قادش الشيخ العمراني بالضلال، فما كان للشهيد إلا أن قال: لا أعلم إلا ما قد علمت. وأنهى الشيخ كلامه وبصوت مرتفع بأول أركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وقتل الشيخ بوابل من الرصاص بأيدي عبد الحكيم قادش وأحمد الصافي، الأمر الذي يدل على حقد دفين في قلوب من يعتقدون أنهم يمثلون الدين وغيرهم ضلال مبتدعون. يا خاطف أبي، ألا تعلم أن للشيخ أبا، ألا تعلم أن للشيخ أبا مكسورا لم يهنأ له بال؟ ألا تعلم أن للشيخ أما قد أهلكت من البكاء؟ ألا تعلم أن للشيخ أبناء يبكون كل يوم أين أبي؟ يا خاطف أبي، ألا تعلم أن للشيخ زوجة قد كسرتم ظهرها وأحزنتم فؤادها؟ ألا تعلم أن للشيخ أحبة أحبوه في الله لم يفتروا عن الدعاء؟ استغرب رئيس رابطة الصحافة الإسلامية أحمد الصويان من أن يغتال الشيخ نادر العمراني بما سماها فتوى شرعية. الصويان قال في تغريدة له عبر تويتر إنه التقى الشيخ نادر العمراني عدة مرات واصفا إياه بالعالم الراسخ والسميح الطيب المعشر، وأضاف الصويان أنه تألم لمقتله وأن أشد ما يؤلمه هو اغتيال الشيخ بفتوى شرعية، في إشارة للاعترافات التي بثها جهاز المباحث العامة. قال المتحدث باسم معبر رأس جدير حافظ معمر الاثنين، قال أنه جرى إغلاق المعبر لمدة 2 ساعة ابتداء من 2:00 ظهرا وحتى 4 مساء احتجاجا وحدادا على خبر مقتل الشيخ نادر العمراني الأمين العام لهيئة علماء ليبيا. هذا وأضاف معمر أن الإغلاق جرى على جميع المسافرين باستثناء الحالات الإنسانية. يشار إلى أن جهاز المباحث العامة الاثنين بث مقطعا مصورا لشخص يعترف على نفسه وزمرة آخرين بخطف وقتل الشيخ نادر السنوسي. في خبرنا الأخير لهذه الساعة، حيث حذر المجلس البلدي غريان الاثنين حذر المواطنين القاطنين في الجبل الغربي من استخدام طريق أصبعة نظرا لوجود اضطراباتنا دون أن يوضح طبيعة هذه الاضطرابات. المجلس طلب في بياننا عبر صفحاته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، طلب المواطنين بأن يسلكوا طريق سوق الخميسة بدلا من طريق أصبعة. هذا التحذير جاء على خلفية الاضطرابات المشار إليها. جاء هذا بعد ما ورد إعلاميا الاثنين عن مقطع فيديو لشخص يشير إلى مقتل عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية في طرابلس الشيخ نادر العمراني المخطوف قبيل أكثر من شهر.
إلى أحوال الطقس فلنتابع. قبل الختام نعود وإياكم إلى أهم الأنباء. جهاز المباحث العامة يؤكد مقتل الشيخ نادر السنوسي العمراني، ودار الإفتاء الليبية تطالب بالقصاص والحد على كل من شارك في هذه الجريمة. رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمينة ينعي الشيخ الشهيد نادر العمراني، وهيئة علماء ليبيا تطالب بالقبض على القتلة. أيضاً مشايخ وعلماء العالم الإسلامي ينعون الفقيد الشيخ نادر العمراني. مشاهدينا الشكر موصول لكم على متابعة هذه الساعة وأخبار السابعة التي خصصناها لأخبار الشيخ الشهيد نادر السنوسي العمراني. في أمان الله.